بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا اليوم أحاول أن أرفع همم الطلبة حتى يكونوا على هبة الاستعداد ليوم الغد إن شاء الله من خلال هذه النصائح. أول شيء أعزائي الطلبة، الابتعاد عن الخوف ثم الخوف ثم الخوف، لأنه يؤثر على التركيز وبالتالي ضياع جهد سنة كاملة. ثاني شيء، حسن اختيار الموضوع بقراءة الموضوعين ثم اختيار الموضوع الذي يساعدك في الحصول على أكبر عدد من النقاط. ثالث شيء، احترام منهجية الإجابة بذكر الموضوع المراد الإجابة عليه، ترقيم عناصر الإجابة والتسطير عليها. رابع شيء، قراءة الأسئلة عدة مرات لأنه يسهل عملية الفهم، خاصة في المواد الأدبية كالشريعة والأدب العربي. قراءة الإجابة ثم قراءة الإجابة لتصحيح الأخطاء وإضافة ما يجب إضافته. ثم أخيرا ترقيم الأوراق خاصة في المواد العلمية، ثم التأكد من تسليم جميع أوراق الإجابة للأستاذ، ثم الخروج. وبالتوفيق بحول الله، أمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح في شهادة ماذا؟ البكالوريا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.